والمصطفى وببنته وببعلها وبنيهما ومنات من نسله بالآل بالأصحاب بالأتباع بكل سالك وكل داع بالأنبياء بالرسل بالأملاك بجملة الزهاد كذاك بالمهد الإمام المنتظر خليفة الله كما جاء في الخبر بالختم ابن إدريس بالكلال بالخدر بالدباغ بالسمان بالغوص بالأقطاب بالأفراد كذاك بالأبدال والأوتاد بالمرغاني الغوص عبد الله بالأهداني الناصر الأواه بقطب تاج الختمين المحجوب بكل نسل الختمين المحبوب بسياد قيصر بالخواص بكل أهل الصدق والإخلاص بالشبل والساري ثم المغرب بالبشر بالحلاج بابن العرب بابن ماشيش كذاك الشاذون بالمرسي وابن عطا وكل كامل بالباري بالحداد بالسقا بالعيدروس والنهار الصاف بالعشرات القادات في قطر اليم بكل حبر كان في أي زم بالأولياء ضرا وكل صال وكل عبد للإله ناص تغفر لنا يا ربي كل زم واستر لنا يا ربي كل عيب واكشف إلهي كل كرب عن واهل السوى يا ربي لا تكل وأمدنا من فضلك الواسع وحفنا بحرصك المانع وهب لنا عناية سني نسلو بها المراتب العالي مع اتباع الحق والكتاب والسنة الغراء والصواب واهلك إلهي من أراد الزاوي بالسوء وحرقهم بنار الهوي وأيد الطريقة الختمي حتى تكن يا ربنا محمي وأيد الطريقة الختمي حتى تكن يا ربنا محمي وأيد الطريقة الختمي حتى تكن يا ربنا محمي واحفظ جميع السالكين فيه وأزدهم يا ربنا تنويه وكلنا من كل شر واقي وكلنا من كل داء شافي وكلنا في كل قطر حافظ وكل أعدانا جميعا لافظ أهلك عيدنا في جميع الدنيا أزل لهم ما ماتهم والماح أنزل بهم مصيبة لا تاب ومحنة سهامها لا يخطي واحرمهم رضاك بجاه طه سيد الكونين حبيبك الشفيع في القيام عليه صلى أبدا دوام مسلما وآله وصحبه وتابع الختم وكل حسبه وعم آل المرغان بالمغفر في هذه الدار ودار الآخر وعم آل المرغان بالمغفر في هذه الدار ودار الآخر وعم آل الأقدام بالمغفر في هذه الدار ودار الآخر ورقيهم على جميع الأولي وارزقهم التقوى بختم الأخير
وامنحهم فهم الكتاب والسنة واهدهم الصراط يا ذا المن. وخص من نسل الختام قائل يقوم بالشرع الحنيف دائم. وخص من نسل الختام قائل يقوم بالشرع الحنيف دائم. وخص من نسل الختام قائل يقوم بالشرع الحنيف دائم. وكل من ولاهم يا الله بحق لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. الفاتحة لذات محمد ومن حضر. إلهي إن بغى الأعداء وجارك فبيك ربنا ملك المجيرة كفبيك ربنا عونا ونصرا فكن ربي على الأعداء نصيرا وأهلكهم ودمرهم أهنهم وكن ربي على الأعداء ظهيرا وزلزلهم وزد غضبا عليهم وعذبهم عذابا مستقيرا ولا تترك من الأعداء عدوا يعادينا صغيرا أو كبيرا وخذهم أخذ جبار عزيز بمن أرسلته فينا نزيرا فصلي عليه يا ربي وسلم صلاة ثم تسليما كثيرا. إلهي إن بغى الأعداء وجارك فبيك ربنا ملك المجيرة كفبيك ربنا عونا ونصرا فكن ربي على الأعداء نصيرا وأهلكهم ودمرهم أهنهم وكن ربي على الأعداء ظهيرا وزلزلهم وزد غضبا عليهم وعذبهم عذابا مستقيرا ولا تترك من الأعداء عدوا يعادينا صغيرا أو كبيرا وخذهم أخذ جبار عزيز بمن أرسلته فينا نزيرا وصلي عليه يا ربي وسلم صلاة ثم تسليما كثيرا. إلهي إن بغى الأعداء وجارك فبيك ربنا ملكا مجيرا كفبيك ربنا عونا ونصرا فكن ربي على الأعداء نصيرا وأهلكهم ودمرهم أهنهم وكن ربي على الأعداء ظهيرا وزلزلهم وزد غضبا عليهم وعذبهم عذابا مستقيرا ولا تترك من الأعداء عدوا يعادينا صغيرا أو كبيرا وخذهم أخذ جبار عزيز بمن أرسلته فينا نزيرا صلي عليه يا ربي وسلم صلاة ثم تسليما كثيرا. الفاتحة.